خلال افتتاح المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، الرئيس السيسي يؤكد أن مصر قادرة على مواجهة التحديات كافة. وأمام قمة إفريقيا للمناخ، رئيس مجلس الوزراء يؤكد حرص مصر على التعامل مع مطالب الدول النامية بتحقيق العدالة المناخية وتعزيز التحول العادل والسريع للاقتصاد منخفض الانبعاثات. وانطلاق جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطني ولجنة عجز الموازنة تبحث الوصول لحلول علمية وعملية لإشكالية الدين العام لرفعها لمتخذي القرار. الثالثة مساء بتوقيت القاهرة، 12 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنظيم المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بشكل سنوي لما يمثله من فرصة كبيرة ومنصة مهمة لطرح وتناول المشكلة السكانية. جاءت تصريحات الرئيس السيسي في مداخلة له خلال فعاليات انطلاق المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية الجديدة. إن احنا ممكن وحيسعدنا واحنا مستعدين إن احنا ننظم هذا المؤتمر بشكل سنوي، لأن هو فرصة كبيرة جدا ومنصة مهمة جدا إن احنا نطرح فيها ونتناول فيها هذه القضية الكبيرة جدا، مشكلة السكان. مش بس، وكنت أتمنى إن برضو كان في كلمتك بتتكلم عن حجم عدد سكان العالم، وبرضو بنظرة شاملة سريعة جدا عن موارد العالم هتبقى كافية إنها تلبي هذا الحجم، مش بس على قد مصر، ولكن أقدر أقول اللي بيحدث في مصر ممكن بيكون أيضاً هو شكل آخر باللي بيحدث في العالم. في دول استطاعت إن هي تسيطر على وتنظم عملية النمو السكاني، وفي دول كتير ما قدرتش تعمل ده. وإحنا هنا على سبيل المثال في القارة الإفريقية بنتكلم إن إحنا في خلال سنوات قليلة هنصل لأكثر من 1.5 مليار أو 1.6 مليار، والموارد اللي موجودة في إفريقيا ضخمة جدا، ولكن لا تستطيع أن تفعل أن يعني أنها تساهم في ده. فاسمح لي أقول أن احنا يعني بأكد أن احنا فرصة أن احنا يعني ننظم هذا المؤتمر سنويا أمر في منتهى الأهمية في ضوء الموضوع المهم جدا جدا اللي بنتكلم فيه. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لا يمكن تحقيق منظومة جديدة للتعليم بتكاليف مرتفعة في ظل الحجم التضخمي من السكان والمواد القليلة. وأشار الرئيس السيسي إلى أن قضية السكان من أخطر القضايا التي تمس الدول. أصعب حاجة بتمر عليا إن أنا ببقى عارف إن المطلوب حجمه قد إيه والمتاح حجمه أقل كتير من المطلوب، وبالتالي ده هينعكس زي ما دكتور خالد اتكلم وحضركم تعرفوه أيضا على الجودة في كل شيء. عايز تعمل تعليم كويس قوي، لا يمكن أبدا تقدر تعمل تعليم كويس قوي وتنفق على التعليم كويس قوي في حجم في ظل هذا الحجم الضخم من السكان والموارد القليلة جدا. اتكلم على الخمسينات وعلى قبل كده حتى، وقال إن احنا كانت الفجوة تقريبا 10-12% ما بين قدرة الدولة ومواردها والنمو السكاني اللي موجود فيها. كان ساعتها 19-20 مليون سنة 50، وبالتالي كان الفجوة مش كبير، الفجوة التمويلية بين ده وبين ده مش كبير. بس خلي بالكم، تصوروا ان الفجوة دي ليها تراكمات على مدى 60-70، الكلام ده تقريبا النهاردة دخل في 75 سنة. التأثير بتاع ال 75 سنة في الفجوة ديت نتائجه ايه؟ نتائجه ايه على جودة المنتج التعليمي؟ نتائجه ايه على جودة المنتج الصحي اللي احنا كدولة عايزين نقدمه لمواطنينا؟ القضية بتاعت السكان في مصر وفي الدول اللي عندها مشاكل مماثلة لينا قضية انا بعتبرها من اخطر القضايا.
شدد الرئيس السيسي على أن حرية الإنجاب الكاملة إذا لم يتم تنظيمها قد تتسبب في كارثة للدولة والمجتمع. ولفت الرئيس السيسي إلى أن معدل الإنجاب الكلي بلغت نسبته 2.1%، مشيرا إلى أنه كان قد تحدث عن الحاجة إلى خفضه إلى 1.5% من أجل تعويض ما نشأ من عجز خلال عشرات السنوات الماضية، ليتم السماح بعدها للنمو أن يكون بنسبة أكبر. لو ما كانش العدد الكبير ده موجود خلال الفترة ديت، ما كانتش الناس حست إن ما فيش صحة كويسة، ما فيش تعليم كويس، ما فيش تشغيل كويس، ما فيش دولة مش قادرة تقدم الرعاية الحقيقية لمواطنيها. لو كان نمونا السكاني متنظم، وعشان كده بقول لك يا خالد أنا مش متفق معاك قوي في موضوع الحرية المطلقة في عملية المواطن. لا يا جماعة، لا 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 والله، يعني لو كان الحرية المطلقة والناس هتستحمل وتسكت خلاص خلاص ماشي مشوها كده، لكن لا، الناس عايزة تعيش، بس هي مش عارفة كمان ازاي ان كل حاجة بتتحسب وليها مطالب وليها سياسات وكده. فأنا بس عايز أقول لينا كلنا، حتى للضيوف اللي موجودين معانا هنا من كل العالم اللي موجود معانا، عشان يعرفوا مثلا ان الدولة المصرية ديت رغم كل التحديات اللي بيتكلم عليها الدكتور خالد، قادرة تصمد في مواجهة أزمات زي كوفيد-19، زي الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع الأسعار وتعقد سلاسل الإمدادات اللي بتيجي، سواء كان للسلع أو لكده أو بتكلفتها. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المجلس القومي للسكان بحاجة إلى قوة دفع أكبر لمواجهة مشكلة النمو السكاني، كما وجه أن يكون ذلك بقيادة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وأضاف الرئيس السيسي أن الدولة كلها مدعوة مثل الإعلام ورجال الدين في المسجد والكنيسة والمثقفين والمفكرين والحكومة ومنظمات المجتمع المدني لمواجهة الزيادة السكانية لكونها من أكبر المشكلات. المجلس القومي للسكان بصراحة محتاج إن هو يعني أقل ما يمكن إن إحنا نعزز دوره خلال المرحلة دي والفترات طويلة لغاية لما نقول إن إحنا حققنا شكل من أشكال النجاح. ولكن فأنا هقول دولة رئيس الوزراء يبقى مسؤول هو رئيس المجلس في المرحلة ديت، لكن بقول تاني إن الدولة كلها مدعوة، الإعلام، رجال الدين في المسجد والكنيسة، المثقفين والمفكرين، محتاجين طبعا الحكومة، الكل مدعو، منظمات المجتمع المدني تساهم في هذا الدور أيضا. أنتم مدعوين لمواجهة مشكلة هي من أكبر المشاكل، اللي النهاردة كان المواطن في الخمسينات كانت بيقبض جنيهات وكان سعيد جدا بالجنيهات ديت، ودلوقتي بيقبض آلاف الجنيهات ومش سعيد.
يتضمن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 65 جلسة حوارية يشارك بها 270 متحدثا من المصريين والأجانب. ويستهدف المؤتمر الخروج بتوصيات وقرارات هدفها تحسين جودة حياة المواطن صحيا واجتماعيا. أهدى وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار الرئيس عبد الفتاح السيسي نسخة من الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030، وذلك عقب إطلاق خارطة الطريق للتعامل مع القضية السكانية من واقع تعظيم الخصائص السكانية والارتقاء بجودة الحياة. جاء ذلك خلال حضور الرئيس السيسي فعاليات افتتاح المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023 تحت عنوان سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة. وقال وزير الصحة إنه تم إعداد الاستراتيجية في ضوء أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ودستور جمهورية مصر العربية والاستراتيجية القومية للسكان والتنمية والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي تبنى محاوره على التمكين الاقتصادي والتدخل الخدمي والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي والتحول الرقمي. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر قادرة على تجاوز التحديات التي تواجهها. جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي في الجلسة الحوارية ضمن فعاليات المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية. إن كتير مننا يعني متصور إن إحنا في مصر رغم كل التحديات دي فرصتنا في التغلب عليها مش كبيرة. لا، إحنا فرصتنا بالتغلب عليها كبيرة، ويمكن ده أنا يمكن هنا هخلي الشق الثاني في تعليق يعني على الجهود اللي قامت بها الدولة خلال الثمان تسع سنين اللي فاتوا. رغم كل التحديات اللي مرت على مصر في العشر سنين دول، لكن أقدر أقول لكم إن إحنا بذلنا جهد كبير جدا، مش إحنا كقيادة أو كحكومة، لا، كدولة مصرية بشعبها كانت فاهمة ومقدرة التحدي اللي موجودة قدامها واشتغلت خلال العشر سنين دول بشكل يعني متسارع للغاية في كل المجالات من أجل أن هي تتغلب على الفرق الكبير بين معدلات النمو السكاني ومعدلات النمو اللي احنا عايزين نوصل لها. وحطت الدولة، ويمكن احنا موجودين النهاردة هنا في العاصمة في المكان ده، يمكن كتير من السادة الضيوف ما يعرفوش ان ده كان جزء من فكرة متكاملة
للدولة المصرية للاستعداد للانطلاق لمستقبل أفضل لصالح مجتمعها. ال 24 مدينة اللي الدكتور خالد بشكل أو بآخر اتكلم عليهم هو كان عبارة عن تقدير للموقف للنمو السكاني في الدولة المصرية وقد إيه إن إحنا محتاجين نخرج خارج النطاق الضيق للدلتا اللي إحنا عايشين فيها من خلال ال 24 مدينة دول. كما شدد الرئيس السيسي على أنه يمكن تنظيم هجرة مشروعة للدول التي تعاني من نقص في المواليد. وشدد السيد الرئيس على ضرورة مواجهة نقص العمالة في أي دولة من خلال التنسيق والتفاهم وتقديم هذه العمالة بشكل أو بآخر لمدة محددة. نتكلم عن تنظيم الهجرة المشروعة. والهجرة المشروعة هنا قد تكون يعني حل مش هنودي الناس تقعد في صربيا وتاخدها، لا لا لا، انما تقدر تكون طاقه عمل موجوده تحقق عوائد للاقتصاد في الدول ديت، تساهم في الاجراءات اللي بتتكلم على توفير موارد ماليه للنظام الصحي اللي بيتاثر بالهرم المقلوب يعني. وبالتالي في فرصه كبيره جدا في دولنا، واحنا بنقول ان ده اتكلمنا فيه كتير قبل كده، قلنا يا جماعه تصوروا وادرسوا فكرة تنظيم الهجرة المشروعة أو الهجرة الشرعية بالحالة اللي احنا بنتكلم فيها دي، إن احنا يبقى النهاردة لو في نقص في العمالة في أي دولة ممكن قوي قوي يتم التنسيق والتفاهم ويبقى تقديم هذه العمالة بشكل أو بآخر لمدة زمنية محددة، ثم تعود هذه العمارة مرة أخرى إلى دولنا والدول المشابهة لنا. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة تفقدية للمعرض الطبي للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية. وخلال الجولة استمع الرئيس السيسي إلى شرح تفصيلي من وزير الصحة خالد عبد الغفار عن مكونات المعرض الطبي للمؤتمر العالمي الذي يقام على هامش المؤتمر لاستقبال العديد من الشركاء والجهات المعنية لعرض أحدث التقنيات في مجالات السكان والصحة والتنمية. تتواصل المبادرة الرئاسية في مجال الصحة العامة تحت شعار 100 مليون صحة للارتقاء بمستوى جودة حياة المواطن وتحقيق رؤية مصر 2023. وبلغ عدد المشروعات التي شهدها القطاع الصحي منذ عام 2014 حتى الآن 965 مشروعا بتكلفة إجمالية تخطت 90 مليار جنيه. بين عامي 2014 و 2023 شهد القطاع الصحي طفرة غير مسبوقة شملت جميع المجالات، سواء في البناء أو التطوير أو الرعاية الصحية والعلاج، كانت في مجملها تسعى إلى الارتقاء بمستوى جودة حياة المواطن وتحقيق رؤية مصر 2030. منذ عام 2014 بلغ عدد المشروعات التي شهدها القطاع الصحي حتى الآن 965 مشروعاً بتكلفة إجمالية تخطت 90 مليار جنيه، بينها 296 مشروع إنشاء جديد بتكلفة تصل إلى 50 مليار جنيه، بالإضافة إلى 669 مشروع تطوير بتكلفة بلغت أكثر من 40 مليار جنيه. تحت شعار 100 مليون صحة بدأت المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة، وذلك بالمبادرة الأم للقضاء على فيروس سي، حيث تم عمل مسح شمل 64 مليون مواطن أعقبه علاج 4 ملايين مواطن، ثم جاءت المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية بين أطفال المدارس
وشملت 45 مليون طفل، لتنجح المبادرة منذ إطلاقها في خفض معدل انتشار الأنيميا بنسبة 25%. في مجال صحة المرأة، تأتي المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة التي نجحت في تقديم 36 مليون خدمة ما بين الفحص والكشف المبكر عن أورام الثدي والعلاج بالمجان، محققة طفرة كبيرة تمثلت في ارتفاع نسبة اكتشاف المرض في مراحله الأولى إلى 70% مقابل 58% في مجال اكتشاف المرض في مراحل متأخرة قبل إطلاق المبادرة. استكمالاً للمبادرات الرئاسية، جاءت مبادرة الكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد إلى جانب مبادرة رعاية كبار السن، فضلاً عن إطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم انتظار العمليات الحرجة والتدخلات الجراحية العاجلة لتخفيف معاناة انتظار المرضى، والتي أجرت ما يقرب من 2 مليون تدخل جراحي. أما منظومة التأمين الصحي فحظيت باهتمام كبير بين عامي 2014 و2023، تمثل في تنفيذ 93 مشروع إنشاء وتطوير وإحلال وتجديد مستشفيات وعيادات بتكلفة تخطت 841 مليون جنيه، كما ارتفع عدد المواطنين المؤمن عليهم صحياً من 50 مليون إلى 53 مليون مواطن. مبادرة حياة كريمة أسهمت بدورها في تحسين الخدمات الصحية في الأماكن المستهدفة، إلى جانب تحسين أماكن تقديم الخدمة الصحية التي تساعد على تقديم الخدمة الطبية على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة. تتواصل فعاليات المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية بالعاصمة الإدارية الجديدة. يأتي المؤتمر كتجديد لالتزام مصر الدولي تجاه القضايا السكانية، وتأكيدا على جهودها المبذولة في تحقيق الاستفادة القصوى من عائدها الديموغرافي، كما سيكون بمثابة منصة تحاورية عالمية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ومناقشة العلاقات المتغيرة والمتداخلة بين الصحة والسكان والتنمية. على هامش المؤتمر سيتم إقامة معرض يضم أحدث التقنيات في مجالات السكان والصحة والتنمية. في خطوة هامة تؤكد مصر من خلالها التزاماتها الدولية تجاه القضايا الصحية والسكانية، يأتي تنظيم مصر للمؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية بالعاصمة الإدارية الجديدة. المؤتمر العالمي يأتي تأكيداً على جهود مصر المبذولة في تحقيق الاستفادة القصوى من عائدها الديموغرافي، كما سيكون بمثابة منصة تحاورية عالمية للخبراء وصانعي السياسات والباحثين والممارسين لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ومناقشة العلاقات المتغيرة والمتداخلة بين الصحة والسكان والتنمية. المؤتمر يعكس كذلك اهتمام الدولة بملف السكان ووضع خطط واقعية للارتقاء بجودة حياة الإنسان، ومن المتوقع أن تصدر عنه توصيات وقرارات هدفها تحسين جودة حياة المواطن المصري من خلال الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية. ويعد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية فرصة لجميع الخبراء للمشاركة وتبادل الخبرات لإطلاق استراتيجية جديدة تتناول القضية السكانية بأسلوب جديد وفعال. وعلى هامش المؤتمر سيتم إقامة معرض يستقبل العديد من الشركاء والجهات المعنية لعرض أحدث التقنيات في مجالات السكان والصحة والتنمية. هي إذن جهود كبيرة تبذلها مصر ليس على المستوى المحلي والإقليمي فقط، بل العالمي أيضاً، لمحاولة اتخاذ خطوات فعالة للارتقاء بجودة حياة الإنسان. We'll be right back.
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر عملت بشكل حثيث على الخروج بنتائج ملموسة في مؤتمر شرم الشيخ تسهم في الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلية عبر تسريع وتيرة تنفيذ الإجراءات والمشروعات على أرض الواقع. وخلال كلمته بجلسة أجندة المناخ الدولي لقمة أفريقيا للمناخ في العاصمة الكينية نيروبي، شدد مدبولي على أن مصر حرصت كرئيس لكوب 27 على أن تكون شرم الشيخ محطة هامة لتسليط الضوء على خصوصية الاحتياجات والظروف الأفريقية في سياق الاستجابة للخطر الوجودي لتغير المناخ. إن مصر ومن منطلق التزامها بالمساهمة الفعالة في الجهد الدولي لمواجهة والتعامل مع التغيرات المناخية عملت بشكل حثيث على الخروج بنتائج ملموسة في مؤتمر شرم الشيخ تسهم في الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلية عبر تسريع وتيرة تنفيذ الإجراءات والمشروعات على أرض الواقع، وتتعامل مع مطالب الدول النامية بتحقيق العدالة المناخية وتعزيز الجهد الدولي للتحول العادل والسريع للاقتصاد منخفض الانبعاثات والقادر على التعامل مع آثار تغير المناخ. وحرصت مصر كرئيس للمؤتمر على أن تكون شرم الشيخ محطة هامة لتسليط الضوء على خصوصية الاحتياجات والظروف الأفريقية. كما أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن رؤية مصر حول موضوعات تمويل المناخ تتمحور حول عدد من النقاط، من بينها إعادة النظر في أدوات التمويل المتاحة حاليا والتحول إلى التمويل الميسر. وخلال كلمته أيضا بجلسة أجندة المناخ الدولي لقمة إفريقيا للمناخ، أكد مدبولي ضرورة إعادة تفعيل آليات واحدة ومناسبة لإعادة استخدام الديون الحالية. ويمثل اجتماعنا هذا فرصة ممتازة لتناول موضوعات تمويل المناخ، وتتمحور رؤية مصر في هذا الصدد حول العناصر التالية: أولاً، ضرورة إعادة النظر في أدوات التمويل المتاحة حالياً والتحول إلى التمويل الميسر والمنح لتسريع وتيرة التحول المطلوب. ثانياً، أهمية مراجعة معايير تدفق الاستثمارات لضمان حصول القارة الأفريقية على نصيبها العادل من التمويل. ثالثاً، التأكيد على أن تمويل المناخ وهو تمويل جديد وإضافي وليس سحباً من مخصصات الدعم التنموي. رابعاً، ضرورة العمل على تفعيل آلية واحدة وفعالة ومناسبة لإعادة استخدام الديون الحالية من خلال آلية فعالة لتحويل الديون إلى تمويل المناخ. أصدرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تقريراً بالتزامن مع قمة المناخ الأفريقية الأولى في كينيا حول الارتفاع الكبير في درجات الحرارة بمعدل أعلى من المعدلات العالمية، وذلك عقب تعرضها لثمانين موجة من موجات التطرف المناخي العام الماضي. تقرير جديد يربط بين التغير المناخي وموجات الحرارة التي يشهدها العالم من جهة، وتفشي الصراعات على الموارد من جهة أخرى. جاء التقرير الذي أعدته الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي محذراً من تداعيات كارثية على القارة التي شهدت على مدار العام الماضي فقط 80 موجة من موجات التطرف المناخي. وأضاف التقرير أن تقلص قاعدة الموارد الطبيعية قد يؤجج الصراعات على الأراضي المنتجة والمياه والمراعي الشحيحة، حيث تزايد العنف بين المزارعين والرعاة على مدى السنوات العشر الماضية بسبب الضغط المتزايد على الأراضي. وسجل ارتفاع درجات الحرارة أسرع معدل في شمال أفريقيا، وهو ما أسهم في انخفاض إنتاج الحبوب إلى 33 مليون طن، أو ما يقل بنحو 10% عن متوسط السنوات الخمس السابقة،
فيما تشير الإحصاءات إلى أن الإنتاجية الزراعية انخفضت عموماً بسبب تغير المناخ بنسبة 34% منذ عام 1961. ونقل التقرير عن قاعدة بيانات الطوارئ أن كوارث مثل أسوأ جفاف في القرن الأفريقي منذ 40 عاماً وحرائق الغابات في الجزائر أودت بحياة 5000 شخص وأسفرت عن أضرار اقتصادية زادت قيمتها عن 8.5 مليار دولار، وتدفع أفريقيا ثمناً باهظاً لتزايد الانبعاثات الدفيئة في العالم، رغم أن حصة الفرد من سكان أفريقيا في إنتاج انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المتوسط يبلغ 1.8 طن في عام 2021، أي أقل من ربع المتوسط العالمي. إن دعوتي للحوار الوطني تأتي من يقين راسخ لدي بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات. والذي أتطلع لأن يكون شاملاً وفاعلاً وحيوياً، يحتوي كافة الآراء ويجمع كل وجهات النظر ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كافة القضايا على جميع المستويات. تتواصل اليوم جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطني، حيث تناقش لجنة التضخم وغلاء الأسعار مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطن. وخلال اجتماع اللجنة تمت الإشارة إلى أن التضخم ظاهرة عالمية تصيب كافة اقتصادات العالم المتقدمة والناشئة، ولكن بمعدلات متفاوتة، وإنما تظهر حين يتواصل ارتفاع الأسعار مقابل انخفاض المستمر في قوة النقود وبالتالي تراجع القوى الشرائية. وقال المشاركون في اللجنة إن التضخم يتسبب في العديد من المشكلات المجتمعية والسياسية والاقتصادية. وفي إطار مناقشة المحور الاقتصادي، بحثت لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي. كما أكد المشاركون ضرورة تصنيف المشكلة ووصفها بهدف التوصل للحلول لرفعها لمتخذي القرار. وللمزيد ينضم إلينا مباشرة من مقر انعقاد الجلسات الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. كريم، بعد التحية انقل لنا الصورة لديك وأهم ما تناقشه الجلسات اليوم. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل الأسبوع السادس، ولكن هو اليوم الأول في المرحلة الثانية في المحور الاقتصادي. نتحدث عن أهم المقترحات التي تم طرحها اليوم فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم، وبالطبع لها تأثير مباشر على الدولة المصرية. هناك اللجنة الخاصة بغلاء الأسعار والتضخم. هذه اللجنة كان هناك حديث مطول بين المشاركين من الأحزاب المختلفة عن أهمية التعامل مع التجار، وأيضا إنشاء لجنة خاصة للرقابة، لجنة للرقابة والتفرقة بين السلع التي من الواجب رفع أسعارها بناء على الغلاء العالمي، أو من التعامل مع استغلال التجار الذي يستغل الغلاء العالمي في بعض السلع التي يتم إنتاجها بالفعل هنا في مصر وليس لها أي علاقة بالغلاء العالمي. هذه نقطة. كان هناك أيضا نقطة في التحدث بوضع قانون خاص لوضع هامش ربح محدد للتجار في التعامل مع السلع المختلفة، فيما يؤدي بشكل مباشر لتخفيض الأسعار أو حتى وضع سقف
محدد لغلاء الأسعار للتخفيف عن كاهل المواطنين. كانت هذه جزء خاص بغلاء الأسعار والتضخم. هناك اللجنة الأخرى وهي خاصة بالدين العام. الدين العام كان هناك مقترحات من أيضا المشاركين بالتعامل مع القروض المختلفة وأيضا يعني التوجيه المناسب لهذه الأموال المختلفة في المشاريع المتنوعة وأيضا التعامل مع الإصلاحات الأخيرة التي خرجت عن المؤتمر الاقتصادي، وتم أيضا التعامل على أساسها بوضع مقترحات خرجت من الحوار الوطني في المرحلة الأولى، مما شجع المشاركين أيضا بوضع مقترحات جديدة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية. الجزء الخاص بالدين العام كان هناك مقترحات بإسقاط بعض الديون الداخلية، كان هناك مقترحات بوضع أيضا لجان وهيئات مختلفة للتعامل مع الدين، وكان هناك أيضا مقترحات كما حدث من قبل بأخذ نسبة من الهيئات القومية لتكون نسبة ثابتة تدخل إلى ميزانية الدولة للتعامل أيضا مع الدين العام. لذلك النقاشات مستمرة في هذه اللجان في المحور الاقتصادي على أن يخرجوا في آخر اليوم ببعض التوصيات والمقترحات ليتم عرضها بعد ذلك للأمانة العامة ليتم تنقيتها وتنقيتها للخروج بمقترحات أساسية يتم تقديمها إلى رئيس الجمهورية. الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري كنت معنا من مقر انعقاد جلسات الحوار الوطني، شكرا جزيلا لك. تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، يرافقه الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية وعدد من قادة القوات المسلحة مراحل انتقاء الطلبة المتقدمين للقبول بالأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بمقر الكلية الحربية الذي يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة إجراءات تنسيق القبول. هذا واستمع القائد العام للقوات المسلحة إلى عرض مفصل تضمن الموقف الحالي لاختبارات القبول للطلبة المتقدمين لاختيار أفضل العناصر للانضمام لصفوف القوات المسلحة. تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، يرافق الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية وعدد من قادة القوات المسلحة مراحل انتقاء الطلبة المتقدمين للقبول للأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بمقر الكلية الحربية والذي يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة إجراءات تنسيق القبول. واستمع القائد العام للقوات المسلحة إلى عرض مفصل تضمن الموقف الحالي لاختبارات القبول للطلبة المتقدمين لاختيار أفضل العناصر للانضمام لصفوف القوات المسلحة. كما تفقد دورة العمل داخل مكتب التنسيق ولجان الكومسيون الطبي، أعقبه المرور على اختبارات اللياقة البدنية والسباحة وقفزة الثقة التي يتم خلالها تقييم القدرات البدنية لانتقاء أفضل العناصر بناء على المعايير القياسية المقررة للالتحاق. وناقش عددا من الطلبة المتقدمين في أساليب الاختبارات التي خضعوا لها خلال مختلف المراحل، مثنيا على ما تحصل عليه المتقدمون من نتائج إيجابية في ضوء المنافسة القوية التي تمكنهم من نيل شرف الانضمام للقوات المسلحة. كما أشار القائد العام للقوات المسلحة إلى أن نتيجة القبول النهائية يكون معيارها الأول والأخير هو إمكانيات الطالب وقدرته على اجتياز الاختبارات بأعلى الدرجات المقررة لكل اختبار، وأنه لا مجال لأي عوامل أخرى في الاختبارات، موصيا بعدم الالتفات إلى شائعات الوساطة والمحسوبية. ثق تماما أن ما فيش حد هيظلمك وما فيش حد هيجاملك، لا نسمح لا بالظلم أن حد ياخد حقك ولا نسمح بالمجاملة، عشان المجاملة هتبقى على حساب زميلك، فما بتسمحش لا بكده ولا بكده، يعني انك لا تظلم ولا تجامل. طب المجامله حاجه، الاسم كويس والشيء كويس، مجامله ايوه، بس المجامله دي لما تكون على حساب حد تاني ما تبقاش اسمها مجامله، تاخد شكل تاني من الالفاظ والعبارات لا يستقيم عندنا داخل المؤسسه العسكريه. انت هتاخد حقك في كل التمارين اللي هتلعبها، اللي انت هتبذله هيحتسب لك، لن تظلم ولن تجامل. شدوا حيلكم، بالتوفيق إن شاء الله، نتمنى لكم جميعا التوفيق.
وفي ختام الجولة التفقدية وجه القائد العام للقوات المسلحة الشكر للقائمين والمشرفين على اختبارات القبول ومكتب التنسيق لاتباعهم كافة الإجراءات والأساليب العلمية المتطورة التي تمكن من تحقيق مبدأ المساواة والشفافية والنزاهة للانتقاء الدقيق لأفضل العناصر المتقدمة. استقبل وزير الخارجية سامح شكري المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى الأنروا. وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن شكري أكد خلال الاجتماع حرص مصر على تقديم كافة أوجه الدعم للوكالة، بما في ذلك الاستمرار في التنسيق مع الأطراف الدولية الفاعلة من أجل ضمان توفير الدعم المالي والسياسي اللازم كي تتمكن من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممية. وشدد شكري على أهمية عدم الربط بين تقديم المساهمات المالية للوكالة وأي اعتبارات سياسية، لما ينطوي عليه الأمر من تسييس وتداعيات على مجالات العمل الإنساني الذي تطلع به الوكالة. أكد مصدر بالحكومة الأوكرانية أن كييف لا تتوقع أن يتغير وضع صادراتها من الحبوب بعد المحادثات التي جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان. هذا وذكر أردوغان أن ممر تصدير الحبوب الأوكرانية كان الملف الأبرز في محادثاته مع بوتين، مشيرا إلى أنه يمكن التوصل قريبا إلى حل لإعادة إحياء اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، والذي سبق التوصل إليه بوساطة من الأمم المتحدة وانسحبت منه روسيا. أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دنيبرو بتروفسك بجنوب أوكرانيا سيرهي ليساك أن الجيش الروسي قصف منطقة سينيلينكوف التابعة للإقليم باستخدام أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان. وأضاف رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دنيبرو نتروفسك إلى أن أحد القذائف الروسية أصابت منزلا منفصلا بشكل مباشر، ما أدى إلى تدميره فيما لحقت أضرارا بمنازل أخرى. أكدت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا في إستير بمنطقة موسكو في كالوغا. هذا وقال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين إن الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها كانت تستهدف تنفيذ هجوم على موسكو. أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن موسكو تناقش إجراء تدريبات مشتركة مع كوريا الشمالية. يأتي هذا في الوقت الذي عبرت فيه الولايات المتحدة عن قلقها بشأن تنامي العلاقات العسكرية بين موسكو وبيونغ يانغ. أجواء يشوبها الحذر في واشنطن على وقع تصريحات لوزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أشار فيها إلى أن بلاده تناقش إجراء تدريبات مشتركة مع كوريا الشمالية. جهاز المخابرات في كوريا الجنوبية كشف أن شويغو اقترح على زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أن يجري البلدان إضافة إلى الصين تدريبات بحرية، وذلك خلال اجتماع خاص للاتفاق على توسع عسكري على نطاق كبير. وكان شويغو قد أجرى زيارة في يوليو الماضي لبيونغ يانغ بمناسبة الذكرى 70 لنهاية الحرب الكورية، واجتمع مع جونغ أون. وأفادت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية بأنهما حضرا معرضا للدفاع تضمن صواريخ باليستية كوريا الشمالية محظورة. وعلى الجانب الآخر، أعلن البيت الأبيض أن الزعيم الكوري الشمالي يعتزم إجراء مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في روسيا في إطار مفاوضات الأسلحة الجارية بين البلدين بهدف إمداد موسكو بأسلحة كورية شمالية. وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وكوريا الجنوبية واليابان قد أعلنت الأسبوع الماضي في الأمم المتحدة في بيان مشترك أن أي اتفاق لزيادة التعاون الثنائي بين روسيا وكوريا الشمالية سيعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر عقد صفقات أسلحة مع بيونغ يانغ، وهي قرارات أيدتها موسكو نفسها.
أعلنت الإمارات العربية المتحدة ضخ استثمارات بقيمة 4.5 مليار دولار في مجال الطاقة النظيفة في أفريقيا خلال قمة المناخ التي تستضيفها كينيا، وتهدف إلى جذب التمويل لجهود مكافحة التغير المناخي. وقال سلطان الجابر الذي يرأس مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 والمقررة في دبي هذا العام، قال إنه سيتم تخصيص هذه الاستثمارات لبدء مجموعة من مشاريع الطاقة النظيفة في أفريقيا. قدمت الحكومة اليابانية وثيقة احتجاج إلى منظمة التجارة العالمية على الحظر الشامل الذي فرضته الصين على واردات المأكولات البحرية بعد تسرب المياه المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية. هذا وأكدت الحكومة اليابانية أن الصين أخطرت منظمة التجارة العالمية، وهي الهيئة التي تشرف على قواعد التجارة الدولية، بحظرها الطارئ على الواردات، مما دفع اليابان إلى تقديم احتجاج مشيرة إلى تعليق واردات الصين غير مقبول على الإطلاق، مضيفة أن طوكيو ستواصل مطالبة بكين بإلغاء هذا الإجراء. تراجعت الصادرات الألمانية مجددا في يوليو بعد انتعاش طفيف في يونيو، وكشفت وكالة الإحصاءات الفيدرالية ديستاتس عن تراجع الصادرات الألمانية إلى 130 مليار و400 مليون يورو. المصائب لا تأتي فرادى، فمع استمرار معاناة أكبر اقتصاد في أوروبا من تباطؤ النشاط الصناعي، تراجعت الصادرات الألمانية مجددا في يوليو الماضي بعد انتعاش طفيف في يونيو. ووفق وكالة الإحصاءات الفيدرالية ديستاتيس، بلغ مجموع الصادرات 134 مليار يورو، ليتراجع بنسبة 9% مقارنة مع الشهر السابق. في غضون ذلك ازدادت الواردات الألمانية بنسبة 1.4% مقارنة مع يونيو، ليبلغ مجموعها 114.5 مليار يورو، ليتراجع الفائض التجاري للبلاد، وهو الفارق بين الصادرات والواردات بشكل طفيف، إلى 15.9 مليار يورو. الصادرات الألمانية تشهد تباطؤا منذ أشهر نتيجة الصعوبات المرتبطة بسلاسل التوريد والاقتصاد العالمي الهش والتضخم المرتفع. في الوقت نفسه تراجع التضخم في ألمانيا بعض الشيء إلى 6.1% في أغسطس، لكنه بقي عند مستوى أعلى بثلاث مرات عن المعدل الذي يعد هدف البنك المركزي الأوروبي. وما زالت أسعار الطاقة مرتفعة في ألمانيا، بينما تحاول بعض القطاعات المعتمدة بشدة على الطاقة مثل صناعة الكيماويات جاهدة العودة إلى مستويات الإنتاج التي كانت مسجلة قبل الأزمة الأوكرانية. وفي الربع الثاني من عام 2023 شهد الاقتصاد الألماني كسادا بعدما انكمش في الربعين السابقين، وتتوقع أبرز مؤسسات البلاد الاقتصادية أن ينكمش الاقتصاد الألماني من 2.2% إلى 4.1%، وذلك خلال عام 2023 بأكمله. سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على التقرير الصادر من منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف حول حالة الأطفال في إفريقيا في مواجهة التغيرات المناخية. وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن الأطفال في إفريقيا معرضون لخطر كبير لتأثيرات التغير المناخي بناء على تعرضهم للصدمات المناخية والبيئية مثل الأعاصير وموجات الحر، فضلا عن مدى ضعفهم أمام تلك الصدمات، مضيفة إلى أن الأطفال في جمهورية إفريقيا الوسطى، تشاد، نايجر، غينيا والصومال وغينيا بيساو هم الأكثر عرضة للخطر. أكدت الحكومة الحرص على التوسع في صناعة السيارات الصديقة للبيئة للوفاء باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية. جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية تصنيع مشترك بين شركة صناعة وسائل النقل MCV وشركة فولفو بهدف تصنيع أتوبيسات كهربائية لتصديرها للسوق الأوروبي، وبنسبة مكون محلي تبلغ 50%، بما يسهم في توطين صناعات وسائل النقل في مصر
ومنها صناعة الأتوبيسات الكهربائية الصديقة للبيئة وزيادة حجم الاستثمارات في مصر خلال هذه المرحلة. وأوضحت الحكومة أن هذا الاتفاق يعد من أهم ثمار الزيارة التي قام بها وفد وزارة التجارة والصناعة للعاصمة السويدية ستوكهولم في مارس الماضي، والتي تم خلالها عقد لقاءات مع عدد من الشركات السويدية، إلى جانب المشاركة بفعاليات منتدى الأعمال المصري السويدي المشترك، حيث تمت دعوة الشركات السويدية لضخ استثمارات بالسوق المصري. في إطار دور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لمساندة الأسر الأكثر احتياجا في محافظة الجيزة، قامت مؤسسة أبو العنين للنشاط الاجتماعي والخيري بتوزيع مستلزمات المدارس على الأسر الأكثر احتياجا في نطاق محافظة الجيزة، وذلك مع اقتراب موسم الدراسي الجديد. وشملت المستلزمات آلاف الحقائب الدراسية ضمن برنامج خيري يقدم 7000 حقيبة، وذلك بالإضافة إلى دفع مصروفات للأسر الفقيرة وتقديم ملابس للطلبة. ولمزيد من التفاصيل حول جولة التحالف الوطني للتخفيف على الأسر الأكثر احتياجا مع اقتراب موسم الدراسة، يطلعنا عليها مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب. نعم مشاهدينا الكرام، بعد التحية بالفعل دور كبير يلعبه التحالف الوطني للعمل الأهلي من أجل البناء والتنمية في توفير كافة احتياجات الأسر المصرية البسيطة في محافظة الجيزة وفي جميع المحافظات. نتواجد معكم الآن من داخل إحدى مقرات التحالف الوطني للعمل الأهلي من أجل البناء والتنمية، حيث يقوم بتوزيع بعض المستلزمات الخاصة بالدراسة على الأسر البسيطة في نطاق محافظة الجيزة. يمكن هذا الإجراء يأتي بعد إجراء البحث الاجتماعي الذي قام به فريق من داخل المؤسسة للمواطنين في المحافظة، ومنهم يستحقون بالفعل هذه المستلزمات. هذه المستلزمات الدراسية تشمل شنط للمدارس وبعض المستلزمات الخاصة بالدراسة، فضلا عن الملابس ومستلزمات أخرى لاستعداد للموسم الدراسي لبعض الأسر المصرية التي تحتاج إلى هذه المستلزمات أو هذه الاحتياجات من هذا النوع. أيضا كان لنا لقاءات داخل المؤسسة التي قامت بتوزيع المستلزمات، حيث تؤكد أن المساعدات ليست متوقفة فقط على المستلزمات الخاصة بالمدارس، ولكن هي متوفرة على مدار العام في شهر رمضان الكريم والمولد النبوي وغيرها من المناسبات والأعياد التي يحتاج إليها المواطن الوقوف بجانبه. أيضا هناك مساعدات على مدار العام تشمل قوافل خاصة بالمرضى وقوافل للأيتام ومساعدة الأيتام ومساعدة المحتاجين للزواج وكافة الاحتياجات التي يحتاجها الأسر المصرية والأسر التي تحتاج إلى مساندة من قبل التحالف الوطني. رسالة شكر كبيرة ورسالة تقدير وجهها هنا أولياء الأمور والأسر المصرية البسيطة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ذلك طبعا بعد التصديق على قانون التحالف الوطني. وكيف سيعطي هذا التصديق يعني دفعة قوية لمساندة الدولة ومساعدة الدولة على توفير كافة الاحتياجات الخاصة للمواطنين، سواء كان مستلزمات مدارس أو ملابس أو سلع غذائية متوفرة على مدار العام. يمكن المشهد داخل هذه المؤسسة التي نتواجد بها هو مشهد في غاية الجمال وفي غاية الترحيب، يعني ولو ترى طبعا ملامح السعادة والفرح على يعني على وجوه الأسر البسيطة المحتاجة التي فعلا استلمت مستلزمات المدارس والتي تأتي مع اقتراب هذا الموسم. هي رسالة كبيرة طبعا وتؤكد على دور منظمات المجتمع المدني في مساندة الأسر المصرية ومساندة المجتمع المصري بجانب الدولة في توفير كافة ما يحتاجه البيت المصري والأسر المصرية. يمكن هذا ما لدينا إلى الآن، وأعود إليكم مرة أخرى في استوديو. نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيا حول قضايا وملفات المحور السياسي في الحوار الوطني فيما يتعلق بأوضاع الأحزاب السياسية وحرية الرأي والتعبير. وأكد المشاركون في الجلسة ضرورة منح لجنة شؤون الأحزاب اختصاصات أكثر، وأن حرية الرأي والتعبير حق إنساني ودستوري. حرية التعبير هي التزام إنساني، لأن الإنسان من حقه أنه هو يعبر عن رأيه
وكمان الدستور المصري على فكرة واضح جدا في حرية التعبير ان هو بيكفلها بكل المعاني والمقاييس. المادة 65 يمكن في سطرين بساط كفل للإنسان مش بس للمواطن المصري كل أشكال ومناحي حرية التعبير. احنا في مصر يعني عندنا حاجة مهمة عايزين نتكلم عليها، احنا ازاي يبقى عندنا حرية في التعبير. اول حاجة علشان نفرق بين الحرية والفوضى هي الضوابط، لو حطينا ضوابط هيبقى عندنا حرية منظمة قادرين ان احنا نمارسها بمنتهى الاريحية. هذه الحرية يجب ان تقف عند حرية الاخرين، ما نتعداش عليهم. هؤلاء الذين يروجون لاعلى معايير حرية الرأي والتعبير بلا ضوابط وبلا حدود، هؤلاء يسوقون لنا الخطر والشر. نحن نعرف خصوصياتنا، لابد ان نجلس ونجتمع على معايير وضوابط تضمن حرية الرأي والتعبير، ولكن في نفس الوقت لابد ان نعيد تنشئة حتى طلبة كلية الإعلام ان هو يبقى عنده ضميره الوطني وضميره الأخلاقي وضميره المهني. خلينا يمكن كنت بتكلم قبل الجلسة، احنا كان عندنا في الصحف، انا بتحدث عن الصحف القومية، عندنا بعض الجرائم والسلوكيات كنا نأبى ونرفض ان ننشرها ونلقيها في سلة المهملات حتى لا تصبح سلوكا مألوفا يألفه الناس ومن الممكن ان يترسخ في هذا المكان. في احيانا احنا عندنا خلط ما بين ازاي اقدر اعبر عن رأيي وازاي اقدر ان المعنى ده هيؤذي شخص، في هيميز، هيعرض حياة شخص، هيعمل يعني هيؤذي بما يتعرض مع المادة برضو 71 من الدستور اللي احنا بنتكلم عليها. ده برضو هيخلينا ننتقل لنقطة غلق الصحف بما ان حضرنا نقابة الصحفيين. غلق الصحف هنا برضو آلية مش يعني حضرتك، احنا بنلقي باللوم على الدولة فقط، ولكن نقابة الصحفيين هي نقابتي وانا اعتز واشرف بيها. في بعض الصحف اللي بعض الجرائد تصدر قرارات فصل تعسفي لعدد من الصحفيين، وهذا حق يعني من حقوق الحريات والواجبات وحقوق الإنسان اللي بنتكلم عنها، وفي الآخر بنلاقي إن هم بينضموا بعد كده بيسمحوا لدفعة تانية من هذه الجريدة اللي تموا اللي تم يعني اللي خرجوا منها بيقبلوا دفعات أخرى. انتهت أخبارنا وهذه تذكرة بالعناوين. خلال افتتاح المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، الرئيس السيسي يؤكد أن مصر قادرة على مواجهة التحديات كافة. وأمام قمة أفريقيا للمناخ، رئيس مجلس الوزراء يؤكد حرص مصر على التعامل مع مطالب الدول النامية بتحقيق العدالة المناخية وتعزيز التحول العادل والسريع للاقتصاد منخفض الانبعاثات. انطلاق جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطني ولجنة عجز الموازنة تبحث الوصول لحلول عملية وعلمية لإشكالية الدين العام لرفعها لمتخذي القرار. انتهت نشرة الثالثة من التلفزيون المصري. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.